أعضاء المجلس قاموا بأشخاص ذوي الإعاقة والجهات التي تملك ترشيح وجاب صدور قرار رئيس الجمهورية التشكيلي. حددت بعض الشروط الواجب توفرها رئيس وأعضاء المجلس القومي بأشخاص ذوي الإعاقة. وحددت المادة 5 اختصاصات المجلس وسلطة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء في حالة أي موضوعات تتصل باختصاصه في المادة 6. أوجبت المواد 7 و8 و9 وجود أمين عام للمجلس وتمثيل المجلس أمام القضاء وقواعد اجتماع المجلس وأداء صدور القرارات منها. أوجبت المواد 10 و11 و12 وجود موارد منتقلة للمجلس باعتباره أموال من الأموال العامة وضع للمجلس تقرير سنوي عن حالة ذوي الإعاقة. التزمت المادة 13 رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بأداء عملين في إطار الشفافية والتقييد والاستقلال. كما اعتبرت المادة 14 من الفئات الخاضعة للقانون الكذب غير المشروع.